عادي، اللي عندك 40 فيما فوق وعندك 50 فيما فوق ولسه شباب القلب، وتعالوا هنا وانا اعرف نساء. قلت لكم 56 سنه اتزوجت وزوجها يعني كان ايه يوم اسمه ايه، كان رئيس بلديه، وبعدين زهقت بقى وبتاع ومش عارفه ايه وبتاع وكده، جايب لها الورد مصوره لنا بقى البتاع. 56 سنه شباب شباب القلب. وكان لما يجي الام او الانثى بعد ال 40 بتقول لك خلاص بقى ليش دور، تزوجت صغيره وعيالي كبروا مبقاش ليا دور في حياتي. تعالى ما اقول لك حاجات تعمليها وتستعدي للفتره دي. لازم يبقى لك حال مع القران قبل ما تبتدي تنسي، لازم تختمي قبل ما تبتدي تنسي، لازم يكون معاكي صحبه مع السيره والعقيده قبل ما تبتدي. خلاص جهدك بيبقى خذ من شبابك لايه؟ لهرم. تمام ده. ومن فراغك طيب الرياضه صحيح، يعني بتبقى ثقيله والركب بتطرقع والظهر وبتيجي كذا، لكن خمس هرمونات السعاده بتتفرز لو انت في جيم. طبعا اختاري جيم اسلامي والكلام ده، مفيش روح امشي، مفيش هاتي حد يعمل لك بلاتس، مفيش هاتي علاج طبيعي. يعني مش قادره تعملي رياضه، هاتي حد علاج طبيعي يقوي لك المسلز اللي هي الكسلر بتاعتك، العضلات بتاعتك، يقوي لك العضلات بحيث انك انت تبقي كده. حد علاج طبيعي بقى يفرد لك السكر، عايزين حد علاج طبيعي يعني والزيوت الطياره بقى والقصه دي ممتاز جدا. لكن ما تسيبيش نفسك، اشغلي نفسك بحاجه دايما، حاجه تدي غذاء للروح. ويا كل الكره الارضيه اللي بتسمعني، والموبايل هيفصل، يا كل الكره الارضيه اللي بتسمعني، من فضلكم من فضلكم من فضلكم من فضلكم، بلاش تبقوا انتوا وانقطاع الطمس والحيضه عليها وكبر السن والاولاد وهي حاسه ان مش لها دور. لا، 40 و50 دول بيكسروا الدنيا وعندهم افكار والله ما بارك من الخبرات، خصوصا لو هي بقى يعني ايه شقيه وزوات، بص تلاقوا الدنيا عندها كده. شفت حالات كتيره كده. طيب النقطه الثانيه في المحور ده، اوعي حد يحدد انوثتك، اوعي تسمحي لحد يقول لك اصل الانوثه كذا. مين اللي قال؟ كل واحده لها انوثتها الخاصه بيها، يرحمكم الله حمدت يرحمكم الله، كل واحد له لها انوثتها الخاصه بيها. انت اضرب، مش بقول لك سواقي لنفسك، اعرفي انت قيمه نفسك، اعرفي انت قيمه انوثتك ايه، وحالك ايه، وعطائك ايه، وايه اللي ممكن تعمليه، وايه الجميل اللي فيكي. لازم يبقى لك عين على نفسك، انت عارفه نفسك. فمن فضلك ما تسمحيش لحد يقول لك لا اصل الانوثه الخصر والرقبه، شل كلام يقولوا هم اللي عايزين يقولوه هم. وانت حطي معاييرك انت، فما تسمحيش لحد. ان شاء الله علشان البتاع هيفصل هعمل لكم حلقه كامله على موضوع اطر الانوثه والكلام ده، وخصوصا بعد. لكن ما تسمحيش لحد يحددك بسن ولا بمعايير جسديه ولا معايير نفسيه ولا حتى معايير خاصه بالكلام والفكر، لا لا لا، انت حطي معاييرك، هو ده كذا وعجبكم وعجبكمش وعلى كده، ويتعاملوا معاكي على هذا الاساس.